بسم الله، مثال عشان نتعرف على شغل في جراس هوبر. هرسم خط وابدا اديله روتيت وابدا اديله سكيل. انا هبدا ارسم خط اهوت، خط عادي من نقطه الزيرو زيرو، وبعد كده هروح هنا للتولز واقول له انا عايز جراس هوبر. خلي بالك ان انت تقدر ترسم براينو سكريبت او بايثون سكريبت جراس هوبر اهوت. ادوس هنا مرتين واقول له انا عايز لاين. طيب اللاين فيه مشكلة، ليه؟ ان هو مش عارف انا خط من الخطوط اللي موجودة في اللوحة، فهقول له انا عايز set one line. تمام، وهقول له اللاين ده من هنا ليه هنا. تمام كده هو عارف الخط اللي موجود فيه. بعد كده هقول له انا عايز اعمل سكيل، بقول له عايز اعمل سكيل للخط دوت. وبعد كده هتس مرتين واقول له مثلا بكميت بوينت 9. تمام اهي، وحرك السلايدر واقول له من هنا لهنا فيبدا يحرك يعمل السكيل. طيب اقول له بقى بعد كده انا عايز اعمل روتيت. طب روتيت ليه؟ هقول له خد الشكل دوت. ايه اللي ظهر ده؟ ده البلان اللي هي رقم دي، يعني هنعمل الروتيت فين. تمام، خدت الشكل اهوت، وهبدا اديله بقى الزاويه. هقول له مثلا بوينت خليها مثلا 10. تمام اهوت، ونقدر نتحكم في الرقم ده في اي وقت اهو. وبعد كده هقول له انا عايز اديله البلان، ممكن تسيبها فاضيه لان هو البلان الافتراضي، او ممكن تيجي هنا في البي وتقول له سيت وان بلان وتحدد انت بقى البلان اللي انت عايزه. تمام اهو، زي ما انت شايف هو رسم الخط اهوت والمقاس مختلف شويه. طيب عايز اكرر الموضوع دوت، اعمل ايه؟ يعني عايز ارسم حاجه تانية، هاجي كده وراح اعمل سيلكت على دول. تمام، كوبي بيست اهيت، واروح مكرر الخط دوت اهوت. وبعد كده هقول له بس تاني وتكرر نفس الكلام من هنا لهنا، فارسم لك خط تاني بسكيل مختلف وشكل مختلف وهكذا. ده مثال على الشغل بالراينو. دي مثال بسيط، ممكن تعمل حاجة معقدة ومباني أكتر من مبنى وتقول مثلا غير اللي في دي كذا وغير اللي في دي كذا، وبعد كده اعمل له سيموليشن. بس ده كفاتح للشهية.